السلام عليكم ورحمة الله، معكم أستاذكم الإنجليزي الأستاذ عبد الرحيم حطاب. اليوم راح أعطيكم كيف تكتب البلوج اللي هو موجود في الدوسية صفحة 80 اللي هو بلوج بوست، اللي هو معروف إنه دايرز يومياتك. بس هذا البلوج بيكون موضوع معين بدك تستشير فيه أصحابك على النت وتحكي لهم انه يعطوك نصائح عن هذا الموضوع. اوكي، في موضوع بالورك بوك راح نجي له. طيب لما يعطيك سؤال، يعني مثلا هاي مثال الكتاب: How do you think your education will influence your life after school? What will you study? ماذا ستفعل؟ كذا كذا. ها، موجود على شكل انه عنوان، بس بالامتحان بجيب لك سؤال رسمي: Write a blog about الى اخره. وبقول لك مثلا ممكن يعطيك مين انت، your name is يعني اسمك، وبعطيك الاسم لانه بالبلوج بتكتب اسمك مين انت الكاتب، بس اسمك انت الحقيقي لا، تحسب علامة فارقة بامتحان الوزارة فممكن تاخذ صفر. فبقول لك مين اسمك، ما قال لك مين اسمك، خلص ما بكتبه. طب تعال نشوف على السريع كيف بحط. اول اشي بحط هيك حرفيا بلوج بوست، انه هذا بلوج بوست، تمام؟ اوكي، التايتل بيكون على الشمال من فوق اللي هو العنوان. العنوان كيف بختاره؟ زي ما اتفقنا يوم ما شرحت لك المقالي، عنوان بيكون كاتشي، يعني عنوان ملفت للنظر. اوكي، يعني جزء من العنوان الطويل، تمام؟ يعني how education will influence my life، كوني بحكي انا. What will you study؟ What I will study مثلا العنوان، تمام؟ فاختر لك عنوان، هسه راح تشوف كيف لما اشرح لك المثال بالوركبوك. هاي العنوان اتفقنا عليه وصرنا نعرف نطوله. عقباله مباشره posted by، يعني مين اللي بده يعمل بوست للبلوج، يعني مين اللي كتبه، يعني اسمك. فيور نيم، اسمك من السؤال ان وجد، وحط لك يور نيم از مثلا جهاد. حتى الاسم لما يحط لك اياه قد ما هو بيكون حساس، بحط لك اسم بزبط على شاب وعلى بنت ما بميل. يور نيم از جهاد، يور نيم از مجد، your name is نور. هاي اسماء بجيبها دائما بالوزارة كثير. ما حط لك ما تكتب، خلص ما بكتب، هاي الخانة كاملة. اوكي، هسا ببلش اكتب. بدي اياك تعرف انه البلوج دائما المقدمة تاعته، احنا تعودنا ان المقدمات القوية تكون سؤال، فبدك تحكي، بدك تجذب انتباه اصحابك. يعني انت لما تكون على جروب على الواتساب، اي مسج بتقرأه؟ لا، في مسجات ثلاث صفحات وأربعة. بس إذا كان العنوان ملفت للانتباه ممكن تفتح وتشوف. ها، فدائما يبدأ بسؤال عشان تلفت الانتباه. Do you know what you are going to read about؟ تحكي لأصحابك، هل تعرفون عن ماذا ستقرؤون؟ وعلامة استفهام. It's إنه، والموضوع، الموضوع بيكون من السؤال، تمام؟ I have come up with some remarkable ideas and information. فبتبلغ أصحابك، بتحكي لهم إنه أنا عندي بعض الأفكار والمعلومات اللي تستحق الذكر والمستاهل كثير، مثلا عن هذا الموضوع. هذا السطر ما بدي إياه، اشطبه، خلنا استبدل لك بداله شغلة، لأنه مقدمة البلوج مقدمة بتزبط على كل إشي. I have come up with some remarkable ideas and information about this. Firstly, but I really need your help. وانت ليش كاتب بلوج؟
كاتب بلوج لأنه في موضوع معين بحياتك حساس جدا بدك تحكي عنه، يعني مثلا موضوعاتك في البلوج جاي عن موضوعات التعليم، عشان هيك يعني موضوعات البلوج الرئيسية والمهمة إنه شو بدك تعمل بعد المدرسة، يعني شو بدك تدرس بالجامعة، شو الوظيفة أو المهنة اللي أنت حابب إنك تمتهنها أو تشتغلها، وهذا حل السؤال رح يكون موجود معك بالورك بوك بصفحة 77 جاي بعد ما أشرح، تمام؟ فبتقول لهم but I really يعني عندي معلومات عن هذا الموضوع but I really need your help. وللعاد شو استفدت من أصحابك بالبلوج؟ هو البلوج ليش؟ عشان يشاركوك، يكون في sharing ideas. أوكي؟ فبتحكي لهم إنه do get in touch. get in touch يعني خليك على اتصال معي if you have إيش؟ any advice which might be helpful. فممكن تقول لهم انه انت عارف عن ايش بدك تقرا، بدك تقرا عن كذا هذا الموضوع، انا عندي شوية افكار ومعلومات مستاهلة عن هذا الموضوع، لكن حقا انا بحاجة لمساعدتكم، فدو جيت ان تاتش، فخليكم على تواصل. اي واحد عنده if you have any advice، اللي عنده اي نصيحة which might be helpful، ممكن انها تكون مفيدة جدا لنا، هاي حرف اف اذا مش واضحة. هيك المقدمة انتهت 100%. وانا ليش حكيت لك وضحت لك بشكل عام، ممكن بكل لغة بسيطة انك تعطي مقدمة البلوج، المهم انك تقول لهم عن ايش الموضوع وتطلب مساعدتهم ونصائحهم. اوكي تمام. فيرستلي، اولا بفتتح فقرة الموضوع بفيرستلي. لما بدك تيجي تحكي هون بدك تحكي من عندك. علمتك انا بالحصة الماضية كيف تكون جملة، تختار يعني تقدر تختار من جمل الإسئلة اللي حفظتها أوكي، وتحكي لأنه هذا الموضوع هو هيك وهو هيك أشياء زي هيك. بس إذا كان موضوع كيف بدك تختار مادة بجامعتك تروح الوزارة جايبت لك يا حرفي من كتابك، هسا في موضوع بكتابك الورك بوك بعد ما يخلصها. بعد ما تحكي له النقطة اللي من عندك بتقول له of course it's interesting. طبعا مرات اختصرت ولا ما اختصرت، يفضل يكون في اختصارات بالبلوج لأنه informal، اختصرت ولا ما اختصرت ما بتتحاسب هون، ما في مشكلة. حتى بالكتاب نفسه مرات بتلاقيه بمواقع مختصر بمواقع لا. شو السبب؟ لأنه البلوج بيرسونال شخصي، أنت حر فيه. أقول لك ممكن عشان هيك في أخطاء قواعدية وإملائية هون بتمشي، لأنه البلوج مليان أخطاء مرات قواعدية. ليش؟ لأنه لغته لغة أي إنسان بسيط عادي، مثل ما أنت بتغلط بقواعد العربي الأجانب بيغلطوا بقواعد الإنجليزي، فما في مشكلة في أخطاء هنا أو لغة شكلها بيكون مش كثير قوي ما بتنحسب لك إنها غلط، فعادي خليك إيزي بالتعامل مع البلوج. فبالطبع إنه أمر مثير للاهتمام إني أسمع عن هذا الموضوع. سكندلي، ثانيا ممكن تعطيه كمان نقطة من عندك. بعديها شو بتقول له بعد النقطة اللي من عندك؟ I want you to tell me what you like and what you don't like about it. كمان إذا حدا فيكم براسلني وبقول لي شو اللي بحبه عن هذا الموضوع شو اللي ما بحبه عن هذا الموضوع since I don't know whether you are interested or not، لأن أنا مش عارف وجهة نظركم، إذا أنتم حابين الموضوع اللي أنا بحكي عنه وبدكم تشاركوني معلوماتكم وأراءكم وأفكاركم، ولا أنتم مش حابينه عشان أعرف وروح ألاقي مصادر ثانية، تمام؟ فهون أنت بتكون أعطيته سكندلي وأعطيته تكملة عليها، تمام؟ طيب شو ممكن مثلا تحكي؟ ممكن تقول also أيضا I have done some research about والموضوع، ترد تكتب مرة ثانية زي ما هو بالعنوان رموز هيك عنه، أو نفس الموضوع زي ما نقلته من السؤال. أوكي and found out، إذن
قمت ببعض الأبحاث عن هذا الشيء اللي أنا قاعد بناقشه معكم وفاوند أوت، وجدت إنه استنتجت إنه that it's مثلا interesting حطيناه هون، it's exciting to talk about. وحط إشي عن الموضوع من عندك، تمام؟ خلصت. مش بتفكر البلوج ما فيهوش عك وحكي كثير زي برقية لصاحبك تحكي له إنه أنا عندي الموضوع الفلاني وعندي شوية معلومات عنه بس حابب أسمع آرائك وإذا عندك نصائح مفيدة عندي، وبتقول له شو الموضوع وشو بدك تسوي، وبتقول له إنك حابب تعرف رأيه إنه هل أنت مهتم معي بهذا الموضوع، حابب تعرف ولا مش حابب تعرف عشان ألاقي مصادر ثانية. وأنا عملت أبحاث وجدت إنه من الرائع، بدك تشجع صاحبك إنه يشاركك الأفكار، بتقول له عملت بحث عن هذا الحكي واكتشفت إنه أمر رائع إني أتكلم عنه. Finally في الختام، Please do message me if you want to tell me your opinion. من فضلك ارسل لي مسج if you want to tell me your opinion، إذا حاب أنت تحكي لي عن رأيك، and advice كمل مثلا نصائحك. We could start a useful conversation about this matter. ممكن إن نبدأ مناقشة أو مكالمة أو حوار أو محادثة مفيدة عن هذا الموضوع. مثلا بترد تختم له بسؤال، Can you help me get a better picture of it؟ وانتهى. هاي مصطلحات تفيدك كثير في البلوج لما تطلب من صاحبك مساعدة، ممكن تساعدني اني احصل على صورة افضل لهذا الموضوع، وهيك بتكون انتهت البلوج. الموضوع الاول، كيف تعتقد انه your education will influence your life after school؟ كيف تعتقد انه التعليم سيؤثر على حياتك بعد المدرسة؟ What will you study؟ ماذا ستدرس؟ دائما لما يقول لك after school في التعليم يعرف انه قصده لما تفوت على الجامعة. What will you study؟ ماذا ستدرس؟ What career would you like to have one day؟ ما العمل الذي ترغب انك تحصل عليه يوما ما؟ اكتب بلوج، تمام؟ هذا جاي بالورك بوك صفحة 77، كاتب لك اياه كمثال حالل. طيب رقم 2، Describe life in a Jordanian secondary school. متذكر مثال على بلوج في كتابك أنيتا اللي بتدرس في الجامعة الألمانية، كيف حكت إنه لما أجت على الأردن والحياة في الأردن وبعدين الحياة الجامعية ورأيها بطلاب الأردن ورأيها بالأردن بشكل عام. فهون بقول لك اوصف الحياة، مش راح أقول لك روح أنت على إسبانيا، اوصف الحياة في مدرسة ثانوية أردنية بما إنك أنت جوا مدرسة، تمام؟ Choose a different topic for each paragraph from the list or use your own topics. من الآخر هذا حكي فاضي، زي كأنه بقول لك خلي هاي أفكار تكون جوا الفقرة تاعتك. Family life، حياة العائلة. Behavior، السلوك. After school activities، إذا في نشاطات بعد المدرسة. قل له يا سيدي بنلعب فوتبول بعد المدرسة. حتى لو ما في after school بس اخترع له جملة تكون بسيطة. School subjects، شو المواد اللي بتحبها؟ والله وي ستدي ماث ساينس كذا، وكمل له اي لايك ساينس موست اوف اول، بحب العلوم اكثر شيء، اي لايك انجلش موست اوف اول، اشياء زي هيك. فاليوز القيم، everybody is honest، متذكر والسلوك والقيم لما انيتا حكت عن طلاب الاردن، عشان هيك ضربت لك مثال انه اوصف الحياه في مدرسه ثانويه اردنيه، اعتبر انه اللي حكته انيتا عند الجامعه الالمانيه طبقه على مدرسه، خذ منه الأشياء الإيجابية. أنيتا حكت بندرس عربي لأنها بالجامعة بتدرس تخصص واحد، بس أنت بالمدرسة احكي موادك، ما هو بداية الوحدة السادسة كلها مواد، صح ولا لا؟ values قيم، free time activities إذا في نشاطات في أوقات الفراغ، school rules
انه في قوانين المدرسه. متذكر بالجامعه عند انيتا كانوا يحفظوا بالاسبوع 50 كلمه اجباري. اعمل هذا الحكي باحد موادك. والله الانجليش تيتشر بخلينا مثلا انه كيب 50 words of English every week، بخلينا نحفظ 50 كلمة انجليزي كل اسبوع. ما حدا سألك، ما حدا هاش مدور اصلا. typical school day يعني احلى يوم عندك كان في المدرسة، اليوم المثالي، هيك typical معناها. your early memories of school، طبعا مش شرط كله ينحط بالقطعة، سنحط اشياء زي هيك. لو على كل واحدة كونت جملة مفيدة صغيرة بسيطة حلوة هيك سهلة، امورك تمام. اوكي، الموضوع الاول will، شو بدك تدرس؟ will influence بعد المدرسة، كيف راح تعليمك يأثر على حياتك بعد المدرسة. would you like نفسها will، شو العمل اللي بدك إياه؟ يعني كل will هون، يعني طبعا أنا نبهتك على will مش لأي شيء هون عشان تشوف شو العنوان اللي حط لك إياه. فنيجي للورك بوك صفحة 77. هاي حاطط لك سامبل بلوج بوست، يعني بلوج بوست سامبل عينه، يعني كيف تكتب. شوف شو العنوان حط لك يا انت، decisions fast decisions. هذا العنوان هيك قصده بكون كاتشي، انك يعني انك تلفت انتباه الناس فيه. طالب بيقول لي ما انت قبل شوي قرات لنا الموضوع، والله ما عارف من وين جاب كلمه decisions، من كلمه ويل يعني شو قراراته، قراراتك في المستقبل بالنسبة لدراستك بالنسبة لعملك. طالب يقول له هذا هو اللي كاتبه، طب أنا بالامتحان شو بدي أعمل؟ عادي، what I will study، انتهى. my study and career، دراستي وعملي، انتهى. بتقدر تحط اللي بدك إياه سيدي بلاش، يعني لو حطيت العنوان نفس ما هو، عنوان طويل كمان صح، هذا بلوج، هذا informal، عادي يعني. فيحط العنوان وهي عقباله حط posted by، اللي كتبوه نقطتين والاسم، الاسم زي ما بعطيك اياه بالسؤال، ما كان معطيك اياه هذا الحكي كله بتشطبه. طيب طلع كيف بلش لك، شايف؟ do you know، زي النقطة اللي مبارح قلت لك عنها انه اذا نسيت انت تفشق في البداية بين له كم فقرة، شايف انك تفشق بين كل فقرة وفقرة سطرين. do you know what you are going to، ها هل تعرف ماذا تريد ان study at university، حكى الموضوع بس انا بدلت لك اياه. do you know what you are going to read about، انت عارف عن ايش بدك تقرا، بعدين حكيت الموضوع ما في مشكله نفسها. هل تعلم عن ايش انت يعني شو راح تدرس في الجامعه. i have come up with some ideas، عندي بعض الافكار، but i really need your help، وانا بحاجه لمساعدتك. Do get in touch if you have any stories or advice، فخليك على تواصل معي سواء عندك أي قصص أو أي نقاط مهمة أو أي نصائح that you think might help me، قد تعتقد إنها ممكن تساعدني. To make this life changing choice، أنا حطيت لك لتساعدني في هذا الموضوع اللي أنت كتبته فوق، فما في مشكلة. فهي مقدمة أمورها تمام. أوكي طيب، firstly، أولا I want to help people، ها شوف هون كيف حكينا، كيف بعد المدرسة حياته، بعد المدرسة كيف يعني اختياراته بعد المدرسة راح تأثر على حياته، وشو حاب يدرس يعني شو التخصص شو العمل. تفضل. I want to help people، بدي أساعد الناس، but science is not my strongest subject، لكن العلوم ليست المادة اللي أنا بدي إياها، so I won't be able to do medicine، فانا ما راح اقدر اني ادرس طب. دائما دو مع ستدي نفسها، دو مع وراها تخصص، دائما دو ميديسن يعني يدرس طب. I could study psychology and follow a career path in that area، ممكن ادرس علم نفس اوكي ويكون عندي مسار في العمل في تلك في ذلك المجال، but I don't know much about it، لكن انا مش عارف ولا اشي عنه. If any of you are psychology students، إذا واحد منكم طالب بدرس علم نفس، please do message me about your course، بالله عليك، please معناها بالله عليك، بالله عليك ارسل لي مسج عن المواد تاعتك. I would love to hear about it، حابب أسمع عن هذا الحكي أنا. what you love، شو بتحب، what you like،
شو بتفضل and of course what you don't like at all وشو ما بتفضل نهائيا. Secondly though, ثانيا رغم كل اللي حكيته, I would really like to study something like linguistics. إذن كله عن مواد دراسية وكله عن مواد دراسية, وإنك بتبين له إنك أنت ما عندك علم كثير عن هاي المادة وبتطلب منه نصائح ومعلومات. فهذا المبدأ العام خليه ببالك. فحاب يدرس لغويات because I have always been interested in language, لأني أنا مهتم كثير في دراسة اللغة. I have done some research and found out that, عملت بحث وجدت إنه while it doesn't lead directly to a career, هو إنه مجال اللينغويستكس اللغويات مش مباشرة يعني بوفر له فرصة عمل. It's interesting and academic, لكنه يعتبر مثير للاهتمام ومجال أكاديمي as well as well respected degree, تعتبر شهادة محترمة. Can you help me get a better picture of it, ممكن تساعدني إني أحصل على صورة أفضل لهذا التخصص أو المجال. So هي نفسها finally, can you help me with my decision, ممكن تساعدني بقراري. أنا حطيت لك إنه ممكن تساعدني بالموضوع. We could start up a useful conversation about choosing paths for ourselves, ممكن إنه نبلش مع بعض محادثة مفيدة حول اختيار أحد هاي المسارات لأنفسنا at this next exciting stage, في هاي المرحلة المثيرة للاهتمام المرحلة القادمة. هيك بكون البلوج انتهى. وهي مثال على البلوج, والبلوج عادة بالوزارة ما بيجي لأنه موضوعاته بسيطة جدا, بس أنا احتياطا أعطيتك المقالة وهي البلوج. على الأغلب 90% بجيب لك اكتب مقالتين, الموضوعين مقالتين بس بتخلي بجيبتك إشي احتياط. جاب لك مقالة عن موضوع صعب وبلوج عن موضوع تافه, ممكن تكتب بلوج. أوكي, والله يعطيكم ألف عافية.